بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مسار الأنشطة الطلابية بالجلسة الثانية من نادي مهارات الحياتية بعنوان اكتشف شخصيتك وشخصية من حولك. سننتقل بعد أن سمعتم الأغنية إلى السؤال الأول لدينا في هذه الجلسة، وهو سؤال تفاعلي. فما شاء الله الجميع، يعني الكثير منكم قد رفع يده، فسأبدأ بالسؤال. السؤال الأول: من أنا؟ من أنا؟ لا أقصد بذلك من أنا باسمي أنا. طبعا من أنا؟ أنا ماوية شملار، أنا رئيسة لفريق الأنشطة الطلابية، واليوم أنا معكم لأن الآنسة التي كانت معنا سابقا هي مريضة. فاليوم من أنا؟ سأعبر بنفسي عن أنا. صف لي نفسك، صفي لي نفسك بكلمة واحدة أو جملة تعبر عنك، وبعدها أنا سأشارك. تفضل يا تقى، شاركينا مع الطالبات اللواتي رفعنا أيديهن. طالبة حنين العلي. أنا فتاة طموحة وقوية. جميل، الله يبارك فيك يا رب ويجزيك بالخير. طالبة أحلام عبد الكريم، تفضلي. أنا إنسانة طموحة أسعى إلى أن أكون إنسان فعال في المجتمع. إن شاء الله يا رب، اللهم همة، نسأله قوة همة. الله يبارك فيك يا رب، يبارك فيكم جميعا. هذا السؤال الأول وهو مفتاح جلستنا، حتى نفهم شخصيتنا علينا بأن نجيب عن عدة أسئلة. من أين نستمد الطاقة والحيوية؟ كيف نستقبل المعلومات من الخارج؟ كيف نتخذ القرارات؟ وكيف ننظم العالم من حولنا؟ هذه الأسئلة الأربعة هي مفتاح لكي نعلم عن شخصياتنا أكثر. لكل منا صفات ثمانية تتوزع بأربع زوايا حتى تنتج شخصية الإنسان. هذا العلم الذي سنتحدث عنه اليوم هو علم أنماط الشخصية. وبهذه الأسئلة، طبعاً هناك نظريات عدة لهذا العلم، لكن أنا اخترت الأسئلة يعني فينا نعتبر الأقرب إلينا والأسهل حتى نفهم شخصياتنا وذواتنا. فهل أنتن مستعدات؟ بسم الله، لنسأل السؤال الأول: من أين نستمد طاقتنا وحيويتنا؟ أود من حضراتكم آنساتي الأكارم اللواتي تحضرن معنا، إن كان ممكناً أن تحضروا ورقة صغيرة وقلماً لتكتبوا الآن إجابات، وعلى أساسها بالأخير سنرى محصلة عن أنفسنا نحن وعن شخصياتنا. السؤال الأول: هل تفاعلك مع الآخرين أم جلوسك مع نفسك يمدك بالطاقة؟ هل تفضل قضاء الوقت مع الناس أم مع نفسك؟ السؤال الثالث: هل تفضل العمل على عدة مهام أم مهمة واحدة؟ أيهما تشعر بالراحة به أكثر؟ التفكير العميق قبل البدء بالمهمة أم القيام بالمهمة ثم التفكير؟ سأقف هنا دقيقة لكي تجيبوا عن هذه الأسئلة، وبعدها ننتقل إلى الخطوة التالية لنكتشف الزاوية الأولى من شخصياتنا. بعد الإجابة ستكتشف أنك تعدون، أو بالأحرى مستعدات، إما أنك اجتماعي أو أنك انتقائي وقليل الاختلاط. ما معنى هذا الأمر؟ لنرى ما معنى هذا الشيء ونقرر نحن هل نحن اجتماعيون
أم نحن انتقائيون وقليلو الاختلاط؟ نلاحظ الآن أمامنا صفات الشخص الاجتماعي. الشخص الاجتماعي هو شخص حيوي، إذا جلس وحيداً يشعر بالاكتئاب، يفكر بصوت عال، يشرك الآخرين بأفكاره، صادق مع نفسه، يفضل التعامل مع الناس، مع الآخرين، مع الجماعة، مع الفريق، يشارك الناس بتفاصيل حياته. هناك أشخاص يحجمون عن مشاركة الناس بتفاصيل حياتهم، يقول عنهم كتومين، ما بيحبوا يتكلموا كتير. هذه شخصيات، لنرى الآن هذا صفاته الاجتماعي. الآن التي تليها صفاته الانتقائي قليل الاختلاط بالناس، يفضل الصمت، يفضل الجلوس وحده، يفكر بعمق، لا يشارك الآخرين بتفاصيل بحياته، غامض، تفاعله مع الآخرين محدود، لا يبادر بالكلام. أود هنا أن ألوه إلى أمر، وخاصة الآن بما أنه الجلسة أكثرها إناث، فأكثرنا ندعى إلى مثلا زيارات أعراس، نذهب. هناك أشخاص بالأعراس نجد أنهم من الأشخاص السابقين يذهبون. هذا المثال يعني نجده أقرب مثال إلى شخصياتنا، نعلم عندها نحن بالفعل اجتماعيين أم نحن انتقائيين وقليلي الاختلاط. فنجد من الأشخاص بالأعراس والمناسبات يسألون عن الأشخاص الذين لا يعرفونهم ويتعرفون عليهم ويشاركون بهذا الفرح وهذه المناسبة، حتى لو كانت فقط عبارة عن أنه تكلم وحوار. هذا المثال البسيط عن هذا الأمر. ننتقل إلى التي تليها، كيف تستقبل المعلومات؟ هذا سؤال تفاعلي مع حضراتكم، آمل أن كنا قد دونتنا المعلومات السابقة عن الزاوية الأولى من الشخصية. تفضلي عن صدقة. طالبة شيماء محمود، تفضلي. كيف أستقبل المعلومات؟ بحب دونها وإني أحفظها، أفكر فيها لحتى تترسخ بعقلي وأعمل فيها. جميل، يعني أنت تستقبل المعلومات بنوتة بالسمع أو بالبصر وبعدين بالدونية. أي تمام. تمام، كل الشكر لك. مشاركة أخرى. طيب جميلة محمود، تفضلي جميلة. السلام عليكم. وعليك السلام، أهلا يا جميلة، تفضل. استقبل معلومات عن طريق الدماغ أو السمع. طب إذا سألتك سؤال جميلة مثلا، تفضل. أنا أقول لك هذه الجلسة هي بعنوان عن تحديد الشخصية، وسكتت أنا بعدها، فإنه هل من الممكن إنك أنت تتخيلي المعلومات اللي حتكون ضمن هاي الجلسة؟ يعني بكون فيه هيك إنه معنا بتقولي إنه تحديد الشخصية، يعني الواحد بيحاول إنه يستمد، يعني يألف، يكون معلومات. يعني هلأ من المجمل الكلام إنه جميلة تحاول أن فينا نقول تأخذ المعلومات عن طريق المعرفة اللي نحن عم نقدمها، هيك فينك تعبريها؟ أيوة. تمام، الله يبارك فيك يا رب. الطالبة فاطمة محمد، تفضلي يا فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، أهلا يا فاطمة. أنت استقبل المعلومات عن طريق الكتابة والتكرار. تمام، هاي حفظ المعلومات، أما كيف نستقبل المعلومات؟ قبل أن تحفظ المعلومات كيف تستقبليها؟ قبل ذلك كيف استقبلت أنت المعلومات؟ أنت بالتدوين. تمام، الله يبارك فيك يا رب.
الآن انتهينا لحتى يوضح السؤال عندكم، لأن السؤال مبهم أنا حاسسته عند حضراتكم. فانتقل للفقرة التي تليها، استقبال المعلومات. طبعا احنا بعد ما حددنا بالإجابة الأولى عن مصدر طاقتنا وحيويتنا، إن كنا نحب أن نكون نجلس يعني نكون انطوائيين وقليلين الاختلاط، أو نحب أن نكون اجتماعيين. فالآن علينا بأن نحدد كيف نحن نستقبل المعلومات. طبعا الكل والأكثر نحن حسيين، يعني عن طريق حواسنا. طيب عن طريق حواسنا، وأنتوا هذا ذكرتوا هذا الأمر، ومن المؤكد هذا السؤال يعني إجابته كانت واضحة لكن فيها شيء مبهم يعني مخفي. فالحسيين الأشخاص اللي بيستقبلوا معلومات عن طريق الحواس، إن كانت بالأذنين وإن كانت بعيوننا إن كانت بملمسنا، إنه هاي معلومات طبعا إذا ناعم ولا خشن، هاي معلومات كلها عن طريق الحواس، أو الشم، إنه هذا كمان عن الروائح. كل هاي الأشخاص الحسيين يثقون بالحقائق المؤكدة، لا يثقون بالخيال. بدي أتكلم هون على جملة بقولها بالعامي، إنه لا دخان بلا نار. وكمان الأشخاص الحسيين هم هيك، يثقون فقط بالحقائق المؤكدة، واقعيين ومنطقيين. كما ذكرتم أنتم، بعد أن تأخذ المعلومات بتدونوها، بتعيدوها، بتكرروها، رح تحفظوها. يتقنون المهارات، وهي مهارات اللي تكلمتوا عنها. منظمين ومرتبين، إنه أنا أول عندي عدة مراحل حتى أنا أدرس. محددين وواضحين، أنا ليش عم أدرس؟ ليش أنا عم أحفظ؟ ليش أنا عم أستقبل المعلومات؟ شو هي الطريقة الأنسب لي حتى أستقبل المعلومات؟ كل منا على فكرة لديه طريقة خاصة لاستقبال حتى المعلومات. في أشخاص منا عندهم الطريقة الأهون إنه هني يكتبوا، هيك الحفظ عندهم. وفي أشخاص إنهم يسمعوا، وفي أشخاص إنهم يسمعوا، يعني حدا يصغيلهم وهني عم يتكلموا. كل هاي الطرق كلياتها بس مشان نتقن المهارات، يعيش اللحظة، يعني ما بيعد بفكر بعدين إنه مستقبلاً وحالمين، يعني فينا نسميها هاي إنه حنعمل كذا وحنعمل كذا. لا، في أشخاص هلأ غير الحسيين، يلي نحن أكثر من حسيين، يلي هني الحدسيين، يثقون بالإلهام، يفضلون الجديد ويثيرهم الإبداع، يحبون الخيال ويستخدموا الرموز، يعيشوا بالمستقبل ويتكلموا بأكثر من موضوع بوقت واحد. استوقف هنا قليلاً وأتكلم. كيف يعني إنه هذول الحدسيين؟ يعني شو قصدك بهذا الأمر أنسي؟ نعطي أمثلة لحتى نحن نفهم ما المقصد بذلك. نستقبل المعلومات عن طريق الحدس. مثلاً إن نحن وجدنا أحد وجهه مصفر، صديقتنا أتت إلى المدرسة، أو وجدناها بالطريق وجهها مصفر، فإحنا عن طريق الحدس تبعنا، طبعا حواسنا اللي هي لقطة الصورة، تمام؟ يعني هي عيوننا. بعدها الحدس تبعنا صار وقتها يلهمنا بأنه في هاي مثلا مرضاني تعباني، مانا نايمي، شو صاير معه؟ من حال أنه هاي كتير نحنا أصلا هاي الأسئلة نحنا بنقولها كتير، يعني شوفي ما في هيك، بصير وقتها كل هذا الأسئلة بتسأل عنها، هذا اسمه حدس. بعدها هلأ هذا المثال الأول، وهو مثال بسيط وحياتي جدا. فرضا المعلم إجا عم يعطينا وقتها أحد الدروس، ونجده إنه بقلب الجلسة وقتها ارتفع صوته بشكل عجيب، وصار كأنه غاضب. فمن الاحتمال إنه هو فرضا يعني عصب من شيء، مثلاً أنا هيك عم بتخيل، بالاحتمال عنده مشكلة بالبيت، بجوز هو تعبان كثير، صار له زمان عم يدرس كل الوقت. فكل هاي الأمور كلها عن طريق الحدس. أنا الحس بيشتغل أول شيء اللي هي الحواس، بعدها عن طريق الحدس. الفكرة التالية اللي هي الحدس اللي أنا أتكلم عنه، يلي إن وقتها يثيرني الإبداع، الأفكار الجديدة اللي نحنا ما بنعرف إنه كيف عملوها، نقعد بنتخيل كيف صار هذا الأمر. مثل الأطفال الصغار بتخيلوا كيف بتشتغل الغسالة مثلاً، بيسألوا الأطفال الصغار أسئلة، هاي الأسئلة نحنا هلأ ككبار بنسأل كمان على أسئلة، وقتا إنه كمان هاي الأسئلة بتصير عنا بدماغنا في جوانب غير
باحث الحواس، هي هيك اسمها بالدماغ، باحث حواس. غير باحث الحواس الموجودة عنا، في عنا باحات أخرى ولازم نحنا نفتحها. هاي هي هدول الجانبين، وأنا بدي أحكي عنهم هلأ بشكل كبير، خاصة إنه الجميع هون طلاب، وحتى أنا حاليا طالبة كذلك الأمر كحالكم. نحنا كلياتنا عم ندرس عن طريق يعني نمس بعد دروس، عم نقرأ بعدها، عم نكتب، عم ندون، عم نعيد. طب بعدها أنا بدي شيء يحس إنه هاي المادة صارت قريبة مني، أنا عندما أذاكر هذه المادة استذكرها بمعلوماتي، وخاصة إني أنا ما أنسى المعلومات، وهذا هو المهم. باحث الحواس يلي اشتغلت عندي والله يجزي الخير، يلي نمت لي المهارات وكانت منظمة ومرتبة وكل هالأمر. طيب أنا بدي شيء يلي هو يثبت بشكل أكبر، فأنا بربطه برموز. فرضا أنا في مثلا عم أدرس مادة العلوم، مثالا على ذلك، أنا مادة العلوم حاطين كثير معلومات، بتحس الكتاب ما شاء الله مثل المخدق، شو هاد يعني وسادي ما شاء الله. طب أنا كيف بدي أحفظه يعني من الجلد للجلد؟ فأنا علي بأمر ما إني أنا أرسم الرسمات. طيب يا أنسي، هو أصلا فيه رسمات، طيب علي إني أنا حط هذول السمايلات أنتوا هلا عم تحطوه، مثل هذا تبعت الأضحكني نفسه، وحتى الأغضبني، وحتى الهيك عم يدمع عيونه، كل هذا وقت فيني أنا حطه أمام الفقرات اللي أنا عم أحفظها. فهاي بستذكرها وقت الامتحان، تذكر عندي هاي الصورة. طبعا هاي إذا أنا كنت بصرية، إذا كنت سمعية بس بيقولوا في أمهات إنه كيف عم تحسن تدرسه وإنت عم تسمع على أي شيء كنت عم تسمع عليه، كيف عم تحسن تدرسه بكل هالضوضاء الغرفة اللي قايم الأيام الغرفة وإنت عم تحسن تدرسه. هذا الشخص السمعي اللي بيربط المعلومات بشيء عم يسمعه. فانتبهوا أنتوا، الحواس بدنا نربطها مع الحدس لحتى نحن نثبت المعلومات يلي دا نمتلكها، لتكون هي لإلنا ما بس مشان نحن بس آنساتي إنه وقتها يعني ننجح، لا أبعد من ذلك، نستخدمها بحياتنا. نعيش بالمستقبل، نعم علينا أن نعيش بالمستقبل، ويكون عنا هدف، ويكون عنا إلهام إنه أنا أقدر على أمور معينة. نحن ما زبدية صينة، هذا المقولة بقولوها من ما رنيت من رن، لا نحن أشخاص طبيعيين عم نعمل بالقدرات اللي نحن بنملكها، يا رب العالمين خلقنا إياها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا وسعنا، نحن نعرف وسعنا، نعرف قدراتنا، نعرف مهاراتنا. أنا تمام، أنا ما أنا شاطرة، أنا هلا كشخص أنا ما أنا شاطرة بالحفظ، لكن أنا شاطرة بأمور أخرى. أنا وقت بدي أحفظ بحفظ بطريقة الترميز اللي هي بالرسوم، بالرسوم لحتى أحفظ. أنا شخص، في أشخاص شاطرين بالحفظ، فهني عليهم بأنه ينموا هاي المهارة لإلهم. كل منا عليه أن ينمي مهارته اللي هو بيمتلكها، مهارة أني أنا أحب هذه المادة أبدع فيها، أنا أحب الرياضيات وأبدع بالرياضيات بشكل كبير، أنا أحب علم النفس وأبدع فيه بشكل كبير، وأحب كذلك أن أستزيد بالكثير والكثير من هذا العلم. تمام، كل من كنا من المؤكد أنها تكتشف نفسها بنفسها، ما حدا بيكتشفكم على فكرة، أنتوا عم تكتشفوا حالكم. أنا هاي الجلسة عملناها لحتى أنتوا تكتشفوا شخصياتكم. تمام، الآن سننتقل إلى المحور الذي يليه. تفضل يا آسي، تقال نشوف هلا. بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا مشاركة أنا ما أظن في سؤال تفاعلي. هل ممكن أن أكون حسة وحدسة بذات الوقت؟ أنا حأخذ بس هلأ مشاركتين ولأنتقل على الفكرة اللي بعدها، وأنا أجبت عليه صراحة قبل قليل. تفضل أنسي تقال. الطالبة جمانة فواز، تفضلي. لا ما بظن، ما بظن في حالة هيك. طيب ما بظن، نسمع إجابة أخرى. من الممكن وكما ذكرت سابقا أن نكون، ونحن كثيرنا أصلا هيك حسيين وحدسيين، ما في شخص اسمه بس حسة وشخص اسمه بس حدسة. نحلم ممكن أن نكون حسة وحدسة،
يعني نستقبل المعلومات بحواسنا تاليا، نترجمها بدماغنا، نرمزها بدماغنا لحتى نحن نحفظها، لحتى نحن نستذكرها، حتى نحن كذلك الأمر نتخيلها، نستدعي الخيال لهذا الموضوع. وعلينا بأن كما ذكرت لكم أنه ننمي هذه الجوانب عنا، لأن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وأنا لا أقصد بذلك العضلات، نقصد بذلك حتى نقاط القوة التي لدينا، فعلينا بأن نكتشف ما هي نقاط القوة التي نملكها. الآن سؤال، سنأخذ 5 مشاركات. بعد نهاية الامتحانات قرر، أو هم بعد نهاية الامتحانات قرر أصدقاؤك صديقاتك الذهاب لرحلة، هل ستوافقين وكيف ستتخذين القرار؟ تفضلي يا تقى. فاطمة البتول الحسن، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. هلا ممكن نروح رحله، بس اول شيء انا اول شيء متزوجه، بدي اولادي اعرف وين بدي احطهم، اذا بدي اروح انا ورفقاتي رحله، بدي اخذ شهر زوجي كمان، يعني ما القرار ما بيطلع مني كمان انا، لاني في مسؤوليه علي، يعني في حدا ملتزم فيني. صحيح هذا الامر، يعني معناتها انت بتعمل السلبيات والايجابيات للامر اللي حتقرره بعدين. ايوه ايه، باخذ السلبيات والايجابيات. تمام، الله يبارك فيك يا رب ويجزيك كل خير. الطالبه رحمه. تمام، تفضلي رهف. نعم انا ساوافق، باخذ الموافقه من الاهل واذهب. تمام، ناخذ الموافقه من الاهل ونذهب. حلو، الله يبارك فيك يا رب. اللي بعدها تفضلي. طالبة إسراء حيثة، تفضلي يا إسراء، تفضلي تجاوبي على سؤال الآن سماوية. هلا صراحة إذا بعد الامتحانات إذا كنت مقدمة منيح بروح بكافئ نفسي، أما إذا كنت ماني مقدمة منيح فبكون أكيد مكتئبة وما بروح. عم بقول إذا عم بقول بعد نهاية الامتحانات، عم بقول إذا كنت مقدمة منيح بالامتحان بكافئ نفسي وبروح. حلو. أما إذا كنت ماني مقدمة منيح فبكون مكتئبة وقاعدة في البيت. جميل جميل، يعني معناته أنت أخذت القرار حسب كيف قدمته. الله يبارك فيك يا رب. أيوة شكرا تمام. جزيلا. الطالبة تقى بشير، تفضلي يا تقى. السلام عليكم. وعليكم السلام. أفكر أول بالشغلات الإيجابية والسلبية تبع يعني الرحلة، بما أنه لا إذا نحن بما أنه لا ضمن المسارات، وأنا ما بعرفهم يعني ما بعرفهم شخصيا للأشخاص اللي حأطلع معهم الرحلة، فممكن أتردد يعني غير إذا تعرفت عليهم قبل. أما إذا كان حدا ما بعرفه غير عن طريق التواصل يعني الاجتماعي، فما على أظن إني أفتح أروح هيك رحلة. تمام، بس هني أصدقائك على فكرة الأشخاص اللي إحنا اخترناهم. تمام، إذا أصدقائي بس بدرس يعني بدرس النواحي السلبية للقصة، بأنه وين المكان إذا بيناسبني أو لا اللي حتصير فيه، كمان بالنسبة للأطفال إذا هالمكان حيكون فيه تواجد أطفال أو لا. حلو، الله يبارك فيك يا رب يجزيك كل خير. آخر مشاركة رح تكون الطالبة زينب يحيى، تفضلي زينب. السلام عليكم. هلا انسى لما بنختار راح يختاروا الرحله راح اشوف راي الاغلبيه اذا حابين يروحوا على المكان ولا لا، اول شيء. ثاني شيء ظروف كل بنت راح نراعيها ايجابيات وسلبيات هالرحله بعدين نقرر، واكيد على الاغلبيه راح نقرر ونروح. لا انا هلا عم بحكي على زينب، على الك كشخص. كشخص لإلي اكيد. هلا بغض النظر اذا كنت مقدمه منيح ولا لا، اذا المكان يعني حاببته اكيد رح روح، اذا ما حابه روح على المكان لو الكل مقرر ما رح روح. تمام، الله يبارك فيك يا رب. تمام، لماذا هذا السؤال الذي سالناه لكم؟ لانه هذا السؤال هو مفتاح نعرف حضراتكم كيف تتخذوا القرار، هل حسبتوا السلبيات والايجابيات ام لا، أم أخذنا القرار حسب يميل إلى قلبنا. أنا جعبالي أروح رحلة لأنه
يعني جعبالي أروح رحلة لأنه خلص ملينا جعبالي نطلع مشوار. شو رأيكم بهذا الكلام؟ اسمع بس مشاركة وحدة، تاري لنا طبقة حدا. الطالبة سيدرا أحمد، تفضل يا سيدرا. السلام عليكم. عليك السلام، أهلا يا سيدرا. سي بس عيدي لي السؤال، أنتو الصوت راح من عندي. تمام. نحن قلنا إنه عم نتخذ قرارنا حسب رغبتنا وقلبنا، فأنت مع هذا الشيء ولا لا؟ يعني أنا جعبالي أروح الرحلة لأنه مليت. إيه تمام بروح، بس يعني حسب المكان اللي أنا رايحة عليه والزمان، هلا بيوافق ولا لا؟ يعني بيكون مثلا مكان ما مناسب لإلي، فحتى لو عندي رغبة بدي أروح بدي أحاول أمنع حالي إذا المكان خطر لإلي، أو بدي أروح مثلا عصر في وقت العصر يصير معنا شيء لا سمح الله، فلا بحاول أمنع حالي ما بروح حتى لو عندي رغبة. جميل، شكرا لك زينب. إذن هلأ بدنا نرجع لعند عقلنا وقلبنا، تمام، بشخصياتنا. مين اللي عم يتحكم فينا أكثر؟ شخصيات البشر عند اتخاذ القرار تكون يا عقلانة يا عاطفة، لكن أكثرنا يميلوا إلى العقلانة، لكن هناك الجانب العاطفي يلي بنقول وقتها من أحد الإجابات أو في كثير من الإجابات كانت طيب الأشخاص نحن ما بنعرفهم، فهاي كلها تلعب على القلب. المكان أنا ما حبيته، هاي تلعب على القلب. صحيح نحن عم نفكر بعقلنا، بس إنه الفكرة إنه في أشياء إنه أميل إليها أو لا أميل، عم حب ولا ما عم حب، بدي أو ما بدي، هاي كلها تعرف فكرة تابعة للعاطفة، لقلبنا، للمشاعر فينا نسميها في المفهوم الأكبر. العقلاني الأشخاص اللي إحنا عم نفكر فقط بالعقل، يعني حاطين سلبيات وإيجابيات. فرضاً أنا حطيت هاي المثال اللي هو الرحلة، الإيجابية رايحين الأصدقاء، هاي إيجابية. الإيجابية الثانية انتهى الامتحانات، صار أنا بحاجة أعمل مكافأة لحالي. بعدها من الأفكار اللي ذكرتموها إنه أنا حصلت منيح، حطها كمان هاي إيجابية، بحاجة لهذا العمل. طب اللي بعدها نسأل على المكان، نسأل على الزمان، نسأل أهلنا، نسأل زوجنا، كل هاي الأمور نحن بنكون وقتها عقلانيين. دعونا الآن نرى الأشخاص العقلانيين كيف تكون شخصيتهم، والعاطفيين كيف يكون شخصيتهم. العقلانيين يسمعوا ويحللوا وينقدوا، يعني عم يسمع وساكت ويحلل الأفكار، وبعدها بينقد إذا في خطأ أو إذا كان الشيء صحيح ليوافق عليه. عنده طاقة كبيرة للعمل مثل الروبوتات. في أشخاص على فكرة وصل لمرحلة الروبوتات، بس آخرتها هاي الأشخاص بصير عندهم احتراق، بيحترقوا. نحن ما لنا روبوتات يا جماعة، فلذلك ما تحولوا حالكم لهذا الأمر أبدا. الله سبحانه وتعالى خلق لنا قلبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى قلبا سليم، فكل منا عنده قلب وعنده عقل. طبعا ما بدنا نجرف وراء عواطفنا بالشكل الكبير، وما بدنا كمان نكون روبوت فقط عقلانيين. أما العاطفيين فهني بيكونوا أشخاص لينين، بيقدروا المشاعر، بيكونوا كذلك الأمر بيتحمسوا كتير، هاي دي اتكلم عليها هون، وقف عندها لا رضا الناس. أول شيء إرضاء الناس غاية لا تدرك. نحن ما هدفنا بحياتنا نرضي الناس، نرضي رب العالمين، نرضي أهلنا، نرضي اللي متزوجين أزواجنا، لكن في أمر وهو نرضى أنفسنا. أنا رضيان عن نفسي، أنا هذا الإنجاز اللي عملته أنا رضيان عليه، هيك اسأل حالي. حتى لو كان أبسط الأمر على فكرة، هاي الواجب اللي أنا كتبته الوظيفة، يعني إنه هل هي كمان رضيانة عنها؟ هذا الكلام اللي أنا تكلمته اللي طلع من تمه، أنا رضيانة عليه. كل هاي الأمور تنتبه عليها. طبعا كذلك الأمر شغلي هون يتحمس لرضا الناس، والمشاعر عنده مهمة، يعني استعطاف الناس، تعاطف مع الناس اللي زعلانين كتير فرضا،
فكمان إحنا بدل نكون جدا عاطفيين. وعلى فكرة أكيد أنتوا قابلين بحياتكم أشخاص عاطفيين بشكل كبير، وحتى يعني العواطف فينا نقول عم تجرفهم ماشيين معه مثل السيل. تنتبه لهذا الأمر. الشخص العاطفي منيح لكن بده بحاجة إلى ضبط، مثل يكون عندنا ريموت هذا الشيء. يكون دبلوماسي صح، فهمان الناس، مقدر مشاعرهم، وما يكون جارح فقط مثل العقلاني. السؤال لحضراتكم هلا، نحن تكلمنا وعلى فكرة أجبنا على الأسئلة الأربعة اللي أنا حكيتها. هل من المتوقع أني أنا يا هيك يا هيك، يا أسود يا أبيض؟ لا، نحن على فكرة ما بين وبين، عنا الجانبين، لكن في منا بميل لهذا الجانب أكثر من هذا الجانب. وبما أننا اليوم جلستنا إناث على الحل، فأكثرنا حنكون عاطفيين. هاي من نحن من طبيعتنا، من نفسنا، من أنفسنا، من شخصياتنا، من جبلتنا إلى رب العالمين فطرنا عليها وخلقنا عليها. فلذلك ما بين العقلاني وما بين العاطفي وما بين الحسي وما بين الحدسي اللي حكيناهم، ما بين الاجتماعي وبين قليل الاختلاط، كذلك نحن بحاجة إلى مساحات، مساحة لأنفسنا لكي نشعر بذواتنا ونجلس لوحدنا أحيانا بدون أن نختلط مع جمهور من الناس. وحتى أحيانا على فكرة ضمن منزلنا عملوا زاوية لحالكم آنساتي، واجلسوا أنتم بحالكم، اجلسوا على سجادة صلاتكم. هاي أكثر مكان الإنسان يحس فيه أنه بالفعل هو ونفسه. هلأ بعد تعرفنا نحن على أنفسنا، يتوجب علينا أن نتعرف. طبعاً من نهاية الجلسة أنا هأرسل مصطفى محمد رابط لتحليل الشخصية، لتحللوا أنتوا شخصياتكم، تتعرفوا على شخصياتكم أنتوا حضراتكم. هلأ بدنا ننتقل بعد أن تعرفنا على أنفسنا إلى أن نتعرف على الشخصيات التي نتعامل معها من آخرين. طبعاً هلأ أنواع الشخصيات التي نتواصل معها. الشخصيات التي نتواصل معها ليس من هلأ تفكروا أنه 100% أنا اللي حطيتها هلأ بهاي السلايدات هي تماماً 100% مسميات، لأنه أنا ذكرت بأول الجلسة نحن عنا عدة فينا نعتبر مدارس لعلم الشخصيات، فأنا اخترت هذه المدرسة. للأرى الشخصية المزاجية، يلوم الآخرين، حساسيته مفرطة، هذا كأنه عاطفي، يتصرف حسب المشاعر وتتغير مشاعره فجأة، يهتم بمشاعره، مبالغ بردة الفعل، متردد بالقرارات، ويسامح حسب المزاجية ويفرض أسلوب. هذا الشخص عاطفي بامتياز. الشخصية الشكاكة، تبالغ في سوء الظن، شديدة الحذر مع الآخرين، كثيرة الجدال، سريع الانفعال، يحب السيطرة والقيادة، يركز على عيوب الآخرين، حساسيته كذلك مفرطة، يصعب إقناعهم. كذلك هذا الشخص صراحة عنده جانب عاطفي، لكن عنده جانب يعني فينا نعتبر أنه هذا الشكاك جانب أنه هو شايف حاله. الشخصية الانبساطية، طيبة القلب، نسأل الله سبحانه وتعالى كلياتنا نكون أكثرنا انبساطيين وطيبين القلب. يمتاز بالبشاشة، يعني دائما مبتسم. طبعا تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهو حديث عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. سهل التعامل، يتأقلم بسهولة، واثق بنفسه وبالآخرين، سريع في اتخاذ القرارات، غير منظم، لا يحافظ على المواعيد، يحب الكمال الكلام الجميل ويكره العمل. هذا الشخص دبلوماسي من صفاته، فهو عاطفي. الشخصية التالية، الشخصية الساذجة، يثق بجميع الناس، يغفل عما يدور حوله. يعني هاد في السؤال كيف يستقبل المعلومات، ما هي علاقته مع الآخرين، يغفل عنهم. يحب اتباع الآخرين، يتقبل الانتقادات حتى الخاطئة، يتصرف كالأطفال، يبالغ بالصراحة، لا يتحمل المسؤولية، دائما مندفع، يتعاطف مع الآخر.
الشخصية السيكوباتية، وهذه الشخصية المعنات السيكوباتية يعني بتعذب نفسه، مصلحته أولا أي أناني، مشاعره مزيفة، يفتقر للتعاطف، انفعالاته غير متوازنة، بحب الشماتة، يتصف بعدوانية، قليل الأمانة بعمله، مندفع ومتهور، ووعوده كثيرة دون تنفيذ، يتهرب من المسؤولية، يفرح بمخالفة القوانين. هذه الشخصية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا لهذه الشخصيات عنا، لأنها صفة من صفات المنافقين. صفات الحكمة، يعرف قدراته ويثق بها، وهذا ما طلبته منكم بأن تبحثوا في شخصياتكم عن نقاط القوة التي لديكم، يتعلم باستمرار، يمارس التأمل. وهنا هذه الجزئية تعني أنه اجلسوا مع أنفسكم واعملوا مساحة للاسترخاء قليلا حتى من الدراسة. يمتلك فكره الخاص، يعني عنده نمط خاص، يفكر بهدوء وإيجابية، لا يحكم، لا يطلق الأحكام، والله شفت هاي اللي هيك شكلها، شفت مدرى مين هاد شو عملت، شفت هاي شو جارتنا مدرى شو، لا يطلق الأحكام، يعني ما له حدس بهاي الطريقة، هو حسي، يعني من حسي فهو يريد شيء ملموس حتى يطلق الحكم، يتقبل أفكار الآخرين، لا يحب التقليد، يتعلم من أخطائه، يفكر قبل أن يتكلم. صفات الإنسان الممل، والله يبعدنا عنه يا رب للأشخاص المملين لأنه ما ناقصنا، يشعر بالملل، يكرر نفس المواضيع، بتبع عم تحكي لنفس القصة ألف مرة، بروح وبجي بتبع عم تحكي نفس القصة، في كثير هيك أشخاص صراحة. سلبي بعمله، ليش ما كافؤونا، ليش ما عملوا لنا، ليش ما عطونا، ليش عطوا هاي الأسئلة اللي هيك، ليش ما هيك صار، هاي الأمور اللي كلياتها سلبي. يتحدث برتابة، يعني حتى الحوار عنده والسير اللي بيعطيها كلياتها نمط واحد، لا يرى الأمور من عدة زوايا بالجانب بس اللي هو بشوفه كمان، لا يضيف أي جديد، سيء في سرد القصص، عدم التوازن معه بالنقاش، كثير التذمر، يحضر دون دعوة، يعتمد على روتين واحد، لا يتعلم شيء جديد. الشخص الطيب، يا طيبون أنتم ويا طيبات يا رب، كريم، صادق، بار بوالديه، عادل، متعاطف، يساعد الآخرين، متسامح، متواصل اجتماعيا، يحترم الآخرين. طبعا هذه الصفات اللي هي بالشخص الطيب ولا بالصفات السابقة نحن لا نجدها كاملة، هي مانا قائمة نطبقها على الشخص، لكن نحن نجد أنه بالفعل هذا الشخص عنده هاي الأشياء. وأكيد أنتوا هلأ وتسمعتوني كنت عم تستذكروا هيك أشخاص ببالكم، كنتوا حدسيين، يعني عم تستذكروا بخيالكم أنه صح هاي هيك بتعمل، مثل هاي، هاي هيك بتعمل مثل هاي، تمام؟ هلأ من أنا من هذه الشخصيات؟ أنا لست أحد هذه الشخصيات، أنا شخص يلي هو أنا، يلي أنا عم أسعى لأكون بهذا الشكل. أنا خليفة على الأرض، وهذا مفتاح للجلسة التي تليها. رب العالمين كتب لنا آية بالقرآن، إني جاعل في الأرض في خليفة، فنحن خلفاء على الأرض، هدفنا الإعمار، كان بعلمنا، كان بخلقنا، كان بأعمالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى الرضا والعفو والعافية والعمل الصالح والعلم النافع، هذا أهم شيء، والأثر الذي يبقى. في آخر ما سأقوله لكم اليوم، سنرسل لكم رابط لتحللوا شخصياتكم أنتم، سنرسل هذا الرابط على مجموعات الأنشطة ستساعدنا الآن ساتقى، الله يجزيها الخير ويبارك فيها. طبعا هذا التحليل الشخصي هو أحد بنعتبر المدارس لتحليل الشخصية، في كتير تحليل الشخصية، لكن هذا تحليل الشخصية أنا وجدته هو الأقرب، هو الأفضل. هلأ أنا هأخذ 5 اللي عندهم استفسارات ونختم. تفضل أدقى، أنا انتهيت من إعطائكم هذه المعلومات، آمل أنكم تكونوا استمتعتم بهذه الجلسة، وعلى انتظاركم بالنادي الذي يليه إن شاء الله، يلي هو مسارات تقرأ برواية جميلة جدا، وكل الشكر لحضراتكم. تفضل أدقى. يعطيك ألف عافية يا مهوية. الطالبة زينب يحيى، تفضلي يا زينب.
أنسى هلأ على السوشيال ميديا بعلم النفس بقرأ كتير عن الشخصيات، بيحكوا كتير عن الشخصية النرجسية وما بعرف، فشو هي الشخصية النرجسية؟ تمام، نحن أنا ذكرت سابقاً إنه نحن عم نقول هي مدارس في علم النفس، تمام، وحتى تصنيفات. أنا هلأ هذا التصنيف اللي أخذته هو الأبسط اللي فينا نحن نشرح لكم إياه. أما الشخصية النرجسية التي ذكرتي أنت عنها، هي ما أنا شخصيته أنه هو نرجسي، هي بتكون حالة نفسية عنده لاضطراب للشخصية. يعني مثل فينا نقول اسمه اضطراب معناته خلل، تمام؟ فهذا الخلل في شخصيته صار هو عنده هاي الشخصية النرجسية. طب شو يعني النرجسية يا عنسي؟ طب تعرفوا أنتم النرجسي اللي هي الوردة اللي كتير حلوة والريحة كتير حلوة وهي كتير أصلاً جميلة؟ تعرفيها مين معنى؟ أنا عم يسأل بس. أنا زينب، إيه بعرف زهرة النرجس حلوة، بس ليش دمجوا شخصية نرجسية بهاي الزهرة؟ يعني ليش؟ تمام، لأنه بصير الإنسان مثل لهاي الوردة، بصير هو بده يزيد، بده زيادة بالاهتمام والإعجاب، بتصير حتى علاقاته مع الناس وقتها كلها مضطربة، يعني فيها خلل. ليه؟ لأنه هو بس بده كل شيء لإله، تمام؟ فوقتها صارت اسمها النرجسية، هي من جمالها للوردة ورائحته جميلة، فهو وقتها سموها بهذا الاسم. لكن هو فينا نعتبر ما أنا هي والله في إنسان نرجسي بهيك اسمه، والله هذا الشخص نرجسي، شوفه كيف عم يشوف حاله، كيف عم بس بده كل شيء لإله، كل هاي الأمور، هذا هو عنده خلل يحتاج إلى مساعدة لحتى يكون متوازن. نحن الهدف إنه بحياتنا نعيش بشكل متوازن، تمام؟ هيك وصلت الفكرة يا زينب؟ إيه تمام أنسة، يعني النرجسي مريض نفسي، هذا اللي أفهمه. ما مريض نفسي، المريض النفسي بده علاج عند الدكتور. أسلوبه حكمت عليه خلته إنه يكون إنه نفسه ثم نفسه، وفي نفس الوقت هو مريض ما بيعرف شو عم بيساوي، هيك يعني؟ تمام، إيه أيوة هيك يعني، بس هو ما اسمه مريض، نحن ما حنقول عنه مريض، هو حنقول عنه عنده خلل. أنت قلتيلنا اضطرابات نفسية. بحاجة إلى مساعدة، يعني. نعم؟ اضطرابات نفسية، قلتيلنا لأني معه اضطرابات نفسية. تماماً، كلمة اضطراب غير المرض. الاضطراب خف وطأطان، أما المرض بيكون وقتها شو بده علاج، وبدنا دكتور وقتها. أما هون الاضطراب بده حدا يعالجه مثل مرشد نفسي، يعني هذا يجوز إنه وقتها هو فيه يساعده لحتى يوصل لمرحلة، اللهم صل على سيدنا محمد، متوازن. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه نحن نوصل كلاتنا للتوازن نفسي. هيك آمين فينا نقول. آمين يا رب. إيه. الله يبارك فيك يا رب. نأخذ آخر مداخلة وبعدها من لكم الله يبارك فيكم وانتهت جلستنا. راح تكون مداخلة من الطالبة هبة الله. تفضلي يا هبة. تفضلي يا هبة الله عبد اللطيف. السلام عليكم أنسي. وعليك السلام، أهلا يا هبة الله، تفضلي. أنسي بدي أسأل إذا كان في حدا عنده هي الشخصية المملة أو حدا من حواليه عنده هي الشخصية، كيف بده ما يأثر عليه؟ وخصوصاً نحن بهذا الوقت عنا الدراسة، ويعني إنه ما تحبط من همته وعزيمته وهيك شغلات. تمام، يعني هلأ أنت سؤالك بالشكل اللي فينا نحدده أكثر، إنه في شخص ممل أو في شخص يعني بيحبط المعنويات، هيك فينك تسميها، وهو عم يأثر علينا كنفسياً، صح الكلام هبة الله؟ إيه تمام أنسي هيك يعني. تمام، هلأ بداية الأمر إنه أنا كيف بدي أعمل؟ أنا بحاول أعمل فينا نقول الزاوية لحالي، الركن، سموها إيش ما بتكون تسموها، بعده عن هذا الشخص قدر الإمكان اللي يكون أنتوا عم تدرسوا، وعندكم أنتوا هاي الحجة اللي هي إن إحنا عم ندرس، يعني نحاول نعتزل قليلاً حتى نحافظ على نفسنا خلال هذا العام الدراسي لحتى ننجح ونوصل لأعلى الدرجات. طيب أنا كيف بدي أتعامل معه وهو هيك عم يسبب لي هذا الأمر، عم يأذيني، عم يأذي لي نفسيتي؟ إنه عندما يقوم بذلك بيكون عم يمللني أو عم يعمل لي إحباط لنفسيتي، أنا علي بأن أعمل وقتها تمارين للاسترخاء. واحد، نتنفس بطريقة صحيحة، وإذا بدكم هلأ بس نحن حنعمل كلياتنا هذا التمرين وقبل ما ننهي. وشغلة تاني وكتير مهمة، غير تمارين الاسترخاء، أنا حاول جدد ثقتي بنفسي، تمام؟ يعني إنه ما تخليه يأثر فيني. خلونا نجرب آخر شيء ونختم فيها، اللي هي تمرين الاسترخاء.
كيف يكون هذا التمرين؟ أكيد ما أنا بدي أقول هلأ مثلا قوم ناموا، ولا نعمل يوغا مثل ما بقول، ولا أنا يوغا ولا أي شيء. هي فكرة ضبط التنفس بشكل صحيح، هو هذا أحد تمارين الاسترخاء. هذا التمرين الأول، يعني أنا أتنفس من أنفي، الشهيق من أنفي، والزفير من الفم. أضع يدي أنا عند بطني. جاهزين كلياتكم؟ هلأ نزلوا إيديكم عشان أعرف إذا جاهزين ترفعوا إيديكم وقتها. تمام؟ يا ميسر. تمام يلا كمان، يلا أسرعوا. وهلأ بنقول جاهزين؟ بسم الله. ناخذ نفسنا من أنفنا، وقت بنسمع هذا الصوت هيك زبطنا. جاهزين؟ حرد العيد. وهكذا، هذا أحد تمارين الاسترخاء. طبعاً هناك تمارين أخرى غير كتير، لكن في التمرين اللي هو أفضل تمرين نكون إنه وقت الواحد نكون ربكم، هذا أهم تمرين بكل التمارين، لأنه بالفعل وقت نحن نسترخي بهذه الأشياء، بقراءة القرآن، بالصلاة. وحاولوا إنكم دائماً تخلوا عندكم ورد لإلكم خاص فيكم، ودعاء خاص لإلكم بكلماتكم وبصوتكم. الله يبارك فيكم يا رب ويسعدكم، أسعدتموني كثيراً اليوم بوجودكم، وآمل أن ألقاكم بجلسات لاحقة. كل الشكر لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وإن شاء الله سترسل لنا تقى الرابط لتحليل الشخصية، وإذا بتحبوا تشاركونا لا مانع على أن تشاركونا وقتها. أنا طلعت هيك شخصيتي، طبعاً هي حيطلع لكم رمز بعد ما أجي يسألوكم أسئلة، تفكروا أنت ليش هيك عم يسألونا هاي الأسئلة. هاي الأسئلة مثل الأسئلة الأربعة، بس هي أنا سألت أول شيء عن يكون أنتوا كيف بالشخص اجتماعي أو انطوائي. كل هاي الأسئلة اللي هي حتحللكم كل الشخصية، تحملوا شوي واصبروا عليها، وبعدين حتطلع شخصيتكم بشكل تام، حتقولكم السلبيات والإيجابيات، وكيف نقاط القوة وكيف نقاط الضعف. الله يبارك فيكم يا رب، نسأل الله سبحانه وتعالى حفظ والسلام للجميع.